السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبيب قلبي، رسالة النهاردة ليكم، رسالة اشوفها في اي وقت بإذن الله هي لك. اللي منكم حبيب قلبي محتاج قراءات خاصة هتلاقوا لينك الادمن ورقم الواتساب الخاص في صندوق الوصف، واللي عايز يتابعني على الفيسبوك حبيب قلبي اللينك هتلاقوه برضو في صندوق الوصف وعلى المنتدى. رسالة اليوم حبيبي، واضح ان انتوا في الفترة دي بتمروا بسدة نفس. عارفين يعني ايه؟ هقول لكم يعني انتوا بتمروا بفترة روحية، صحوة روحية كبيرة، علشان تكونوا في التوقيت الالهي اللي تستقبلوا فيه الحاجات اللي جاية لكم. يعني حاليا بتلاقي نفسكم مش جايبة الاكل قوي. طبعا في ناس اول ما سمعت سدة نفس دي قالت ياه سدة النفس على الصبح. بص يا حبيب قلبي، الشخص الروحاني لما بيعوز يتطور روحيا بيحصل له ايه؟ الشاكرات عنده لازم انها تنضف، يعني لازم انه يفعل الشاكرات دي بانه ينضف شاكراته بشرب المية الكتير قلنا، والخضروات او الصيام، علشان ده بيخلي الشاكرات تستقبل الحاجات اللي ربنا عايز يبعتها لك مع ملائكته. يعني اللي ربنا بيريد انه يبعته مع ملائكته علشان انت تستقبله، انت مش مستقبله لان عندك في حد بياكل لحوم كتير، في حد ما وراهوش الا الاكل يعني 24 ساعة، في حد بيفش غله في الاكل هنا يا جماعة، فاهمين؟ فمحتاجين طاقة الصيام شوية. الناس هتقولي مش هنقدر نصوم في الحر، او طيب بلاش صيام، ممكن تاكله خفيف بس اشربه مية طول اليوم، طول اليوم شرب مية ماشي. واضح هنا ان في منكم بقى مش قادر يبطل، فربنا عمل ايه؟ خلى نفسك تسد عن الاكل، ما تعرفش تاكل حاجه. في والله العظيم ناس كده تقوم تقول ماليش نفس للفطار يا جماعه، ماليش نفس للغدا، لا حتى الغدا انا عملته بس انا مش عايزه اكل، عايزه اكل حته جبنه يعني بيضه كده، عايزه اكل مش عارف ايه. عارفين ده كله بيدل على ايه؟ ان بقى سدت النفس جات لك من عند ربنا. طب ليه؟ عشان هو ربنا اللي عايز بقى الشاكرات عندك تنضف علشان تقدر تستقبل، لان واضح ان في وقت الهي ليك قرب لاستقبال معجزه معينه او حاجه معينه ربنا عايز يدخلها في حياتك وانت مش عارف تستقبلها. من ايه؟ من ان الموضوع ده طامس على الهاله حبايبي، طامس على الشاكرات، مش بيخلي تشوف الحاجات اللي المفروض تشوفها. احلامك مشوشه، ما بتعرفش تحلم، ما بتعرفش تنام كويس، انت محتاج تخف الاكل شويه او انك بتبطل لحوم شويه. مع ان هنا في يعني في الناس اللي بتسمعني، الناس اصلا ما بتاكلش لحوم، يعني في ناس اصلا ما بتاكلش لحوم، بس برضو الاكل المعجنات طريقه رهيبه جدا. معاكم بقى الفين والفطاير والكلام ده والشوكولاتات والكلام ده كله، كل ده بيتحول لدهون في الاخر وبيتعب الجسم وبيضره، بيسبب الدهون الثلاثيه اللي بتتسبب في الجلطات وسد انسداد الشرايين بالدم، لانها بتكون الدهون الثلاثيه دي في الدم في مجرى الدم. فخدوا بالكم حبايب قلبي من المعجنات دي، بلاش منها كتير جدا. هي رساله لاحدكم هنا او لناس كتير فيكم بصراحة، لان في ناس اكلها كله من بره، فيه المعجنات وفيه الكريبات بقى والحاجات اللي بتعمل كلها بالدقيق والمعجنات والحاجات دي كلها، خدوا بالكم، والبيتزا والكلام ده كله. الناس اللي اكلها كتير من بره لازم يخفوا، لازم يخفوا الاكل ده. بالنسبة لك يعني لقمة العيش بحتة جبنة افضل لك من الحاجات الكتير اللي انت بتجيبها من بره دي، لان كل الحاجات دي فيها سموم للأسف للجسم كتيرة، وانتم منتشر عندكم السموم دي، ولازم انكم تاخدوا بالكم منها. يعني هنا يعني رسالة الملائكة بتحذر قوي من الاكل اللي بتاكلوه من برا، بتحذر قوي من المعجنات، بتحذر قوي انك تاخد بالك من صحتك، وإلا هيتسد نفسك كده زي ما بقول لكم، نفسكم مش هتجيب الاكل، فاهمين؟ فخدوا بالكم حبايب قلبي، انتوا داخلين على صحوه روحيه. والناس بقى اللي حست بسدة النفس هنا، خدوا بالكم لقيتوا داخلين على حاجه كبيره قوي 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 في الفتره اللي جايه، حاجه مختلفه، حاجه كده ما كنتش متخيلها، حاجه كده ما كنتش متوقعها، حاجه كده تفوق التقاليد والعادات والمفاهيم وكل حاجه تتخيلها. هتخرج من طاقه سلبيه الى طاقه مختلفه، هتكسر العادات والتقاليد، هيحصل معاك نزاعات شويه، مشاكل شويه، ولكن انت هتوصل للي انت عايزه، الفرحه التامه لقلبك. للاسف مفيش وقت انك تتراجع في الوقت ده، لازم تحاول تنظف شاكراتك علشان انت داخل على شيء كبير من عند الله،
ولازم تستقبله. وفي رسالة من أحبابك في السماء، رسالة من الموتى بيقول لك خلي قلقك جانبا، يعني ما تقلقش، انت هتلاقي المباركات من رب العالمين وبيرسلها معانا، هتلاقي الخير جاي لك، احنا بنساعدك دايما، احنا حواليك دايما. انت يمكن بتشوفنا، يمكن بتشوفنا نور، ويمكن بتشوفنا حقيقي، حسب ما تكون العين التالتة مفتوحة عندكم حبايب قلبي. زي ما بقولكم الناس اللي بتاكل خضروات هنا اكتر ما بتاكل لحوم، هي اللي هتكون الهالة مفتوحة عندها، وممكن تشوف الحاجات دي فعلا رايحة جاية معاكم في البيت. والناس اللي مطموس عليها بالهالة دي ممكن تشوفها انوار، ممكن ما تشوفهاش خالص، ممكن تشوف احلامها بس. فخدوا بالكم حبايب قلبي، ليكم ارواح في السماء بتناجي عليكم، بتقولكم احنا جنبك، جنبك على طول، وهنباركك. في منهم ارواح اب وارواح ام، يعني ارواح ناس رحلت عن الدنيا، وفي روح حبيب كمان، ممكن تكون انت كنت بتحب شخص وتوفى مثلا، هما جنبك طول الوقت بيدوك المباركات. وعلى فكرة بيدوك اشارة انك محارب، لو انت امرأة انت امرأة محاربة، لو انت رجل انت رجل محارب، بتحارب الطاقات الخفية، بتحارب الطاقات الظلامية. يمكن انت كمان اللي بنقول عليهم من الاشخاص اللي لما بيحاربوا الطاقات الظلامية او اتسحروا كتير واتبهدلوا كتير من طاقات الاسحار والحاجات دي كلها، بيحصل معهم ان الحاجات الظلامية دي بتخش معهم، يعني بتتروحن معهم، بتساعدهم، وينقلب السحر على الساحر. انتم من الاشخاص اللي بيحصل معكم كده، بيحصل معكم ان من كتر الحاجات اللي تعرضت لها، زي رب العالمين بيسخر الحاجات دي لخدمتكم، يعني بتكون حاجة بقى من عند ربنا، لا انت حضرتها ولا انت جبتها. تمام حبايبي، للبعض منكم بقى انتوا داخلين على خطوبة او زواج، ماشي، خدوا بالكم، مش انا قلت لكم من الاول انتوا داخلين على حاجة كبيرة او حاجة هتتغير في حياتكم، بس انتوا لازم تشربوا مياه كتير، تنضفوا الشاكرات، في زي معجزة داخل حياتكم للبعض منكم في زواج من توأم حبايبي، في زواج من توأم روح تحديدا، ماشي. ممكن تكونوا اصدقاء او مشاركين بعض، او في شراكة بينكم هتتم، يعني ممكن تكونوا مثلا هتشتركوا في العمل، او هو بالفعل صديق في العمل او شريك في العمل. في للبعض منكم هنا هيحصل على طلاق، حد هيحصل على طلاق هنا ان هو عايز الطلاق، هينهي علاقة ويدخل في علاقة تانية. وفي للبعض منكم هيتزوج فوق الزوجة لو انت رجل، وفي للبعض منكم امرأة هتنفصل وتتزوج حد تاني، يعني في حد كده. وفي البعض منكم بقى في خطوبة، هنا في خطوبة لناس كتيرة بقى، المنفصلين، المطلقين، الأرامل، الحاجات دي. في عندكم كمان زي طاقة شفائية كبيرة جدا، وراحة بعد تعب، وسر بينكشف، وفي أخذ قرار مهم كبير في حياتكم ممكن بتاخدوه بسبب الانكشاف ده. وفي للبعض منكم انتوا في عزلة حبايب قلبي، بس كونوا مستعدين لان انتوا هتخرجوا من العزلة دي قريب. انتوا في طاقة مرهقة جدا مأثرة عليكم، بس العزلة دي انت هتخرج منها قريب، مقدر ليك الخروج منها. وفي ليكم ارواح من السماء بتحيط بيكم، بترشدكم، بتقول لكم انتوا مش لوحدكم، يعني غالبا بتكون عائلة روحية. محتاجين راحة، ومحتاجين راحة من العمل، محتاجين تتوقفوا عن العمل شوية او عن الحركة، او انكم ما ترهقوش نفسكم ارهاق كبير يا حبيبي. محتاجين ان انتوا تاخدوا اجازة، تاخدوا راحة، محتاجين حتى تروحوا طاقة مية، او اللي مش قادر يروح بحر يا جماعة يعمل زي حمام مية وملح، لازم كل 3 ايام على الاقل شيء، عشان تتخلص من الطاقة السامة والطاقة السلبية المرهقة اللي عندك دي. على فكرة انت قد اللي انت عايز تعمله، انت عايز تاخد خطوة لشيء، وكأن الملائكة بتقولك انت قد ده، انت قدها، انت هتعملها، وكأنهم بيقولوا لك احنا هنساعدك، احنا معاك، زي في مساعدة ربانية الهية بانك تاخد خطوة ما الى شيء ما. انت اللي هتبقى عارف ايه الخطوة اللي انت لازم تعملها. كأنك خايف، في طاقة خوف هنا انك تعمل الشيء ده، عشان كده في طاقة من الملائكة بتقولك انت قدها واحنا هنكون بنساعدك.
كانوا بيقول لك خلي روحك مرحة، خلي روحك حلوة، انسى في الحواجز، استقبل من الكون الحب، استقبل من الكون الرزق، استقبل من الكون الحاجة اللي المفروض تكون ليك. دور على الحاجة اللي ليك من الأساس، افرح ونظم حياتك. على فكرة انتوا كتير منكم داخلين على أمنية كبيرة بتتمنوها، راحة هتلاقوها بعد تعب، هتقتنعوا بالحال وهتقولوا يا ريتنا عملنا كده من زمان. كتير منكم محتاج زي ما قلت لكم كده يخفف من الحاجة الدسمة، الحاجة السمينة، الحاجة اللي بياكلها فيها بتسبب السمنة. ناس هتقول ما بتاكلش السمين، بقول لكم هم السكريات والشوكولاتات والمعجنات بتتحول الى دهون حبيبي في الجسم بعد كده، وتعمل طاقة السمنة ماشي، والحاجات اللي فيها مواد حافظة يعني بلاش منها. طبعا الحاجات اللي انتوا عارفينها. بصوا حبايب قلبي، الفترة اللي جاية في هدف بيتحقق لكم، في أمنية لقلبك بتتحقق، في حب حياتك داخل عليك، في أمنية بتتحقق لك، في فرحة لقلبك، كأنك هدف وبتسعى له بقالك كتير وهيتحقق بإذن الله. انتوا داخلين على الهدف ده، أبشروا حبايب قلبي بأمنية ليكم بتتحقق، أيا كان أيا كان الأمنية اللي انتوا بتدعوا بيها. حد بيدعي هنا يا اما يخلص من حاجه يا اما تدخل في حياته حاجه، والحاجه دي ان شاء الله قادمه اليك. مش بقولك انت معاك عائله روحيه، كانهم بيقولوا لك انت مش لوحدك، احنا معاك على طول، في عائله روحيه هنا معاكم. انتوا يمكن منسوبين لاهل البيت، او يمكن في عائله روحيه من عائلتك انت متوفيه بتتواصل بيك، او يمكن انت يعني منتسب لعائله كريمه، لنسب كريم، حاجة يعني في حاجة هنا منكم منسوبين للصحابة، للأشراف، لنسب كبير يعني نسب روحاني عالي جدا جدا يعني ما شاء الله عليكم، وهم حواليك وانت مش لوحدك، فكمل. وياريت تتصلوا بطاقات الطبيعة كتير. انتوا زي ما بتشوفوش الطيور او الشجر بقالكم شوية، او مشغولين او محبوسين، في حاجة كده منعاكم من طاقات الطبيعة، محتاجين تتصلوا بالشجر، بالطيور، بالعصافير. انتوا هتلاقوا اشارات وعلامات بتجيلكم بحاجة هتحصل في حياتك قريبا، من غير بقى ما هقولك هي حاجة كده هتجدد حياتك وهتحل مشاكلك وهتتوازن، وكأن زي حكم الهي بالتجديد او بالتغيير بمزاجك او رغما عنك. يعني في هنا طاقة غموض، انت مستني ايه علشان تطلق سراحك؟ طب اطلق سراحي من ايه؟ ممكن انت تكون في علاقة ومش عايزها، مستني ايه انك تطلق سراحك منها؟ ممكن انت تكون في مكان مش عايزه، مستني ايه؟ استخير ربنا لو انت عايز تترك المكان ده واطلب الخير، ما تطلبش الحاجة نفسها. انت مثلا عايز الشيء ده بعينه، مثلا عايز تترك المكان ده، شوف لو كان خير ليك خلي ربنا هو اللي يسره ليك، ولو كان شر ربنا يبعده عنك. انتوا كده كده هتطلقوا صراحكم من الشيء ده. ممكن تطلق صراحك من ايه؟ من تفكير سلبي دايما مؤثر عليك، انك مش عايز تكون في المكان ده، المكان ده مش ليك، مش عايزك، هو مش عايزك المكان وانت مش عايزه، فاهم ازاي؟ يعني كأنك بتقول انا مكاني مش هنا. طيب تعمل ايه لو عرفت ان الملاك بيبشرك بولادة جديدة، بميلاد جديد؟ كأنك بتخرج من طاقة مكان لمكان أحسن، كأن حياتك اللي كانت متجمدة ومعترضة طريقك دي، حياتك كانت في حالة جمود أو اعتراض أو حاجة كده من الحسد القوي جدا موقفة حياتك. تعمل إيه لو عرفت إنك أنت فعلا هتتحرر من الحاجة دي، من سوء الحظ إلى الحظ الجيد، الميلاد الجديد ليك؟ أنت كأن هنا مطالب بإنك تغتسل بالماء والملح كل 3 ايام ماشي، لان انت بتصاب بسرعة بطاقة الحسد، انت بتصاب بسرعة بطاقة الحسد، وكأن هنا طاقة الحسد دي بتعمل معاك زي سوء حظ. انت هيحصل معاك ميلاد جديد، انت محتاج طاقة التخيل، يعني بتتخيل الشيء، او انت فعلا بالفعل شخص بتتخيل الحاجة دي، بس ياريت انك تتخيل بوضوح، تتخيل الفرحة، ما تتخيلش نفسك وانت في المراية بتبكي ماشي.
لان لو انت تخيلت نفسك وانت مثلا بتبكي او مثلا بتبص للمراية وانت كئيب او زعلان، بيحصل معاك انك انت الطاقة دي بتتكرر معاك مرة تانية، بيحصل فراق مرة تانية، بيحصل زعل مرة تانية، بيحصل نكد مرة تانية. محتاج تتقبل الطاقة اللي انت فيها، محتاج تتقبل الحب، ما تبقاش انسان متردد، لانك من الاشخاص اللي بيأجلوا حاجات كده كتير في حياتهم. ربنا جعل لك ميلاد جديد في حاجة معينة هنا، المفروض تحمد ربنا وتشكر انك انت في الطاقة دي دلوقتي، لان في ناس هنا خرجت من شيء صعب، خرجت من حاجة صعبة كتيرة قوي كانت في حياتها وتغير حياتها يعني للأفضل، يعني 360 درجة. وفي ناس كانت على مشارف الموت وربنا أنقذها، أو في حد توفى عندك، أو في حد حصلت معاك المعجزة اللي أنا قلت عليها، يمكن اللي هي إن في حد هيبعد عن حياتك، وبعد الحد ده ما يخرج من حياتك بيتفتح عندك باب مغلق، أو حاجة معينة هنا بتحصل زي طاقة الوفرة. في حد يا اما رحل من حياتكم كانفصال او طلاق، او حد رحل كموت، ممكن انت تكون حتى كنت في يعني حد قريب انت كنت بتعزي فيه او حاجة زي كده. الطاقة اللي جاية لك بقى طاقة الميلاد، طاقة الميلاد بالفعل، ويمكن الطاقة دي بتعني انك انت عديت بمرحلة الموت والحياة. المعنى هنا انك خدت الصحوة الروحية الكبرى اللي بيجي بعديها تجديد الميلاد، اللي بيجي بعديها ان اي حاجة بتعترض طريقك بتنتهي، بتنسف كل الحواجز. انت في حالة تقدم خطوة، محتاج تطلق بس صراح حاجة جواك، يعني تطلق صراح ماضي، تطلق صراح تفكير سلبي، تطلق صراح لسانك عايز تتكلم، لا في حاجة واقفة، في حاجة واقفة في زورك هنا ما بتنطقش ما بتطلعش. محتاج تظهر للعالم انت ايه، او عايز ايه، او بتتمنى ايه. ممكن انت شخص تبان طيب قوي قدام الاخرين، ويمكن الناس دي عايزة تشوف شخصيتك الحقيقية، انك اقوى، انك شجاع، انك تقدر تتكلم. وممكن الاشخاص دي شايفينك بصورة ان هما قادرين مثلا، للبعض منكم هنا مش للكل طبعا، ماسكين عليك حاجة، بيقولوا لك شيء، بيزلوك بشيء. يمكن انت محتاج انك انت تطلع الحاجة اللي جواك، بانك انت تقول لهم انا مش كده، يعني مثلا توريهم قوتك. في حد هنا محتاج يظهر قوة، محتاج انه ما يخافش من اي شيء، لان هنا جايلك رسالة بتقولك انت واحبائك بامان. لو حد بيهددك بحد بتحبه، او حد في طاقتك مثلا، او اولاد او حاجة زي كده، انه ياخدهم منك او حاجة زي كده. طبعا الطاقات عامة حبايبي، فممكن يكون ليك رسالة فيها صغيرة، ما تكونش الرسالة كلها ليك، ولو انطبقت عليك كلها بتكون من حظك ومن نصيبك. فهنا في حد زي بيهدد بأولاد، بيهدد بحبس، بيهدد بشيء، بورقة، بمستند، بصور، يمكن بيهدد بحاجة زي كده. بس ما تخافش، لأن هنا رسالة بتقولك أنت ومن تحب بأمان، أنت وأحبائك بأمان. اطلق صراحة أفكار السلبية دي، طاقة الميلاد داخلة عليك، يعني الملائكة حامياك وحامية من تحب كمان. يمكن انت كمان محتاج انك تتقبل طاقة الحب في حياتك، لانك من الاشخاص اللي بيقدموا خطوة بيتراجعوا خطوة، من الاشخاص اللي المفروض اعادة الميلاد جاية لك بطاقة حد داخل حياتك، يمكن هيدخل حياتك توأم قريب، وانت بتصد، بتبعد شوية، تختفي وشوية تظهر. من الاشخاص اللي بيسيطروا على نفسهم اوي، يعني في سيطرة، في طاقة سيطرة على النفس كتير، او على القلب، او بتحاول تكون عقلاني. يعني زي ما قلت لكم، الطاقات اللي شايفاها هنا طاقات مسيطرة على المشاعر، بتحاول تسيطر على مشاعرك، حتى لو الناس جاية عليك بتحاول تسيطر على مشاعرك. محتاج إجابة، مش كده؟ بتدور على إجابة جواك لسؤال معين، كأنك عمال تقول يا ترى إجابة اللي جوايا ده إيه. منتظر ومالل من الروتين المتكرر، تشتغل كتير قوي، تجهد نفسك في العمل، عايز تكون شخص تاني، عايز تكون حد تاني، محتاج بالفعل تتغير، مش كده؟ أبشر، لأن طاقة التغيير داخلة عليك. والسؤال اللي انت بتسأل نفسك عليه، أو الأسئلة الكتير الدايرة في دماغك،
ممكن بتسأل نفسك يا ترى هتطور روحيا، يا ترى الشخص ده بيحبني، يا ترى هيجيلي المال ده اللي واقف، يا ترى هتزوج من خارج البلاد او لأ، او هتزوج من توأم روح مختلف او لأ. كأن الإجابة بتقول لك، الإجابة جاية لك من السماء، كأنهم بيقولوا لك الأجوبة اللي انت محتاجها جاية لك من السماء قادمة إليك في الوقت المناسب. فما تحاولش ان انت تقعد تدور كتير وتعمل كتير. طاقتكم ما شاء الله قطعت النور عندنا، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كتير عندكم طاقة كآبة، يعني قطعتوا لنا النور، وبسجل من غير نور دلوقتي، ينفع الكلام ده؟ بسجل على الشمعة. طيب ماشي، كل إجابة أنت محتاجها جاية لك في وقتها، ما تستعجلش ما تستعجلش، وما تحاولش انك تكون شخص نرفوز، او انك تحس ان انت مش كفاية مثلا لحد. لا، انت عندك مهارات تكفيك انك تكون شخص جيد جدا، كأن برضو هنا البعض منكم عندك كل شيء وبس محتاج الحب في حياتك، وكأن بيقول لك انت بس محتاج القناعة، محتاج كمان انك تعرف انك شخص جيد بما فيه الكفاية، يعني انك شخص كويس جدا، انت تقدر تعمل كل حاجة، كل إجابة عايزها جاية لك، بس كل حاجة بتيجي في وقتها. محتاج إنك توازن بين الروحانية وبين العمل، محتاج توازن أمورك، أنت تعبان وتعب اللي حواليك، يعني في هنا أشخاص تعبانة وتعب اللي حواليها، لأنك شخص قيادي عايز تقود كل شيء، بس تفكيرك أوفر شوية، تفكيرك زيادة عن اللزوم، وزي ما أنت بتفكر انت تقود حياتك او تقود الحاجات التانية او تقود الاشخاص الاخرين، في ناس زيك مستقلة في عائلتك وكأنهم عايزين هما كمان يقودوا حياتهم، يعني كأنه بيقولك اتفهم العيلة، اتفهم الاشخاص اللي حواليك، ما تكونش مسيطر للدرجة. الحمد لله، يعني النور جه وشكم حلو احسن، خلاص كان زماني هفطس هفطس من الحر. الحمد لله تمام، ايوه كده، يعني طاقتك جت في الاول ازاي، انت ابتديت تتفائل، ابتديت تتفائل، فزي ما تقولوا كده بقى الرساله هنا اخرها بتقول لك النور جاي لحياتك، والنور جاي الحمد لله، وكل مشكله شخصيه بتمر بيها هتلاقي ليها الحلول، والحمد لله رب العالمين، يعني انت داخل فعلا على نور. انا باخد دي اشارات على فكره، انت كانك كنت شخص مظلم وهتنور، او في حد هيدخل في حياتك هينورها لك كده، هيخليك زي الورده اللي بتشعل الآخرين بالنور، بس محتاج شوية تعديلات في حياتك. انت بتعدل دلوقتي، بتعدل في حياتك، والتعديلات دي جاية لصالحك والحمد لله رب العالمين، وابشر يا سيدي بحظ كبير وفرصة جميلة جاية لك، يا للزواج يا لإما للمال في وقت إله، هنا زي قطحان، ممكن مقابلة شخصية بينك وبين حد، أو معجزة هتحصل في علاقة صعبة ومعقدة، أو معجزة هتحصل لك في المال، يعني هتلاقي المال كده بينهمر عليك بإذن الله. وفي منكم هيتزوج، وبعد ما هيتزوج هتتفجر عندك طاقة المال، يعني بسم الله ما شاء الله أوضاعك كلها بتتغير، بتاخد منعطفات تانية حياتك، ويمكن للبعض منكم بتكونوا بتتجوزوا للمرة التانية، أو سبق ليكم قبل كده الزواج أو الدخول في علاقات، زي حياتك بتتعدل الفترة اللي جاية، هي تعتبر عجلة حظ بالنسبة لك، وشيء قدري قوي جدا داخل لحياتك بمعجزة، ودي بقى التعديلات بتاعت ربنا ليك، فأبشر يا صاحب الرسالة. أنا خلصت الرسالة حبيب قلبي، يا رب أكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.